مرحباً بكم. في هذا الفيديو سنستعرض أقوى التقنيات العسكرية التي وصلت لمستوى جديد من القوة والذكاء. اكتشفوا أحدث الأسلحة تطوراً وفتكاً، وكيف تغير هذه الابتكارات مستقبل الحروب. تعرفوا على هكتور، النسخة المتطورة من دمية اختبار التصادم باستر من برنامج ميث باسترز. بفضل تصميمه الفريد، يساهم هكتور في تدريب أعضاء نوادي الرماية، الشرطة والقوات العسكرية بأمان. مصنوع من مواد تمنع الارتداد، يمكن استخدامه داخل الأماكن المغلقة دون قلق. وللتدريب الخارجي، يستطيع هكتور التحرك بسرعة تصل إلى 32 كيلومتراً في الساعة، مما يجعله مثالياً لمختلف الظروف. يمكن استخدام ذخائر عيار 7.62 ملم، وستكتشف الطلقات في الوقت الفعلي بزاوية تغطية 360 درجة، وتظهر فوراً في التطبيق الذكي المتاح على الهواتف المحمولة. كما يمكن للمنظمين تخصيص سيناريوهات التدريب وتحديد عدد الطلقات المطلوبة لإسقاط هكتور، مما يتيح تجربة تدريب متكاملة ومثيرة. تخيلوا كبسولة طائرة بدون طيار بوزن 2.8 كيلوغرام فقط، قادرة على ضرب أهداف ضمن دائرة نصف قطرها 5 كيلومترات. هذا الإنجاز الرائع هو ما قدمه مطورو فايبر 300، واضعين معياراً جديداً للقتال باستخدام الطائرات بدون طيار، بالإضافة إلى نطاقها المذهل. تتميز فايبر 300 بخوارزميات ذكاء اصطناعي تمكنها من تحليل العديد من السيناريوهات في الوقت الفعلي، مثل استهداف الأهداف واختيار أفضلها. سرعتها التي تبلغ 27 متراً في الثانية مثيرة للإعجاب كذلك. علاوة على ذلك، قام الفريق بتصميم وحدات تحتوي على كبسولات متعددة يمكن تثبيتها على المركبات المدرعة لإطلاق الطائرات بدون طيار بشكل فردي أو على شكل أسراب. الألغام الأرضية تزداد تطوراً، وXM-204 تعتبر نموذجاً رائعاً لهذا التطور. وجدت القوات العسكرية الأمريكية هذا الابتكار مذهلاً لدرجة أنها أبرمت اتفاقية شراء. تصوروا أن حاوية واحدة تحتوي على 4 ألغام يمكنها حماية مساحة تعادل ملعب كرة قدم أمريكي. تقوم XM-204 بتحديد المركبات من مسافة كيلومتر واحد باستخدام 3 مستشعرات لجمع البيانات، ثم يقوم الكمبيوتر المدمج بتقييم الأهداف المكتشفة لتحديد إمكانية ضربها. إذا كانت الأهداف قابلة للضرب، تنتظر XM-204 حتى تكون المركبات على بعد 50 متراً قبل أن تفعل الألغام. تزن الحاوية المحملة 38 كيلوغراماً فقط، مما يسهل نقلها بواسطة جنديين، ولا حاجة لدفنها مثل الألغام الأخرى. نيفيستا هو جهاز تصوير حراري يتم تركيبه لتعزيز ملاحظة الأهداف والتعرف عليها والتعامل معها حتى في المسافات الطويلة. يتميز بتقنيته المتطورة التي تمكنه من التفعيل في غضون 3 ثوان فقط والعمل في وضع تلقائي، مما يلغي الحاجة إلى التعديلات اليدوية مع تغير ظروف المراقبة. يمكن عرض الصورة على جهاز خارجي وتوصيل جهاز تحكم عن بعد إذا لزم الأمر. يتم تثبيت نيفيستا S على سكة بيكاتيني، ويعمل في نطاق درجات حرارة من 50 إلى ناقص 30 درجة مئوية. يدعي مبتكرو نظام سلاح الهاون 120 أنه رفيق يعتمد عليه في جميع الظروف. تخيل وجود هاون يدوية بعيار 120 مليمتر يتم تحميلها من الفوهة، مما يعزز ثقتك، خاصة مع نظام تخميد مزدوج الارتداد وتعويض تلقائي لتدحرج وانحدار المنصة بمدى زائد أو ناقص 20 درجة. يشبه إلى حد ما لعبة فيديو. اضغط على زر لتوجيه الهاون نحو الهدف، وزر آخر لتصحيح الهدف تلقائياً بين الطلقات. يمكن أن يصل معدل الطلقات إلى 20 طلقة في الدقيقة. من الميزات اللافتة للنظر التفكيك السريع للبرميل في غضون 60 ثانية فقط، مما يسهل التحويل بين تكوينات السبطانة الناعمة والبندقية.
في غضون عامين من المتوقع أن يصل حجم سوق الطائرات العسكرية بدون طيار العالمي إلى 19 مليار دولار. من الصعب تصور عدد الوحدات الذي يمثله هذا الرقم، مما يجعل الأنظمة المصممة لمواجهة هذا التهديد الجوي أكثر أهمية من أي وقت مضى. على سبيل المثال، تم تطوير نظام جمال خصيصاً لقوات الدرك التركية. هذا النظام شبه المستقل، يطلق النار فقط عند أمر المشغل، ويتم تثبيته على ناقلة الجنود المدرعة كيربي، مجهز بوحدة ليزر بقوة 5 كيلو وات. يمكن لنظام جمال مرافقة وتحييد الطائرات بدون طيار ضمن مدى يصل إلى 2 كيلومتر، كما يكتشف ويعطل أنواعاً أخرى من التهديدات الجوية حتى مسافة 5 كيلومترات. قد تتذكرون فيلماً يسمى كيوب، ولكن هذه قصة مختلفة تماماً. كيوبو هو نظام دنماركي لزرع الألغام البحرية يتميز بمرونته العالية. سواء كانت السفينة مدنية أو عسكرية، فإن هذا النظام يعمل بكفاءة عالية. باستخدام كيوب يمكنك إنشاء حماية من الألغام الساحلية دون الحاجة إلى سفن متخصصة، حيث إنه مناسب للتركيب الداخلي وعلى الأسطح المفتوحة مع سهولة الوصول من المؤخرة. بالإضافة إلى ذلك، كيوب متوافق مع جميع العلامات التجارية المعترف بها للألغام البحرية، ويعمل بثلاثة أوضاع: يدوي، شبه تلقائي، وتلقائي بالكامل. في العام الماضي تم عرض روكس لأول مرة في معرض الدفاع الإسباني فينديف، حيث اعتبرته بعض المراجعات تقدماً كبيراً في عملية إزالة الألغام من الطرق المعقدة. هناك العديد من الميزات التي تجعل هذا الروبوت مميزاً، الأبرز بينها هو ذراعه متعددة الاستخدامات التي تمتد حتى 4 أمتار والمجهزة بمجموعة من الأدوات. هذه الذراع لا تقطع الأسلاك وتفك المثبتات فحسب، بل تحرك وترفع الأشياء أيضاً. وفقاً لاحتياجات المهمة، يمكن تجهيز روكوس بوحدات مختلفة مثل GPR، وتغيير التكوينات عادة يستغرق أقل من 2 ساعات. الروبوت أيضاً سريع، حيث تصل سرعته إلى 20 كيلومتراً في الساعة، وخزان الوقود الممتلئ يوفر 10 ساعات من التشغيل. أجبان إلارسوف هي مركبة مفتوحة ذات دفع رباعي، مصممة بشكل مثالي لمهام الاستطلاع. خفيفة الوزن بحيث يمكن نقلها تحت جسم المروحية، وسريعة بما يكفي لتصل إلى سرعات تصل إلى 100 كيلومتر في الساعة، بفضل محرك بقوة 296 حصاناً وناقل حركة أوتوماتيكي ب6 سرعات. يمكنها تسلق منحدرات تصل زاويتها إلى 60%. يتكون طاقمها من 4 أفراد، وعلى الرغم من حجمها الصغير، فإن المركبة تتمتع بمدى يصل إلى 700 كيلومتر. تصميمها المعياري يتيح تركيب الأسلحة والمعدات حسب الاحتياجات المحددة. نظام RF هانتر قد تم تجاهله بشكل غير عادل في العديد من المنشورات المتعلقة بالتكنولوجيا العسكرية، ومع ذلك قدمه المبدعون القبرصيون في معرض يورو ساتشوري، أحد أكبر معارض الدفاع في العالم. فكرة RF هانتر بسيطة وعبقرية، يمكن للنظام اكتشاف الطائرات بدون طيار وكذلك مشغليها. بوزن لا يتجاوز 7 كيلوغرامات، يمكن حمله في حقيبة ظهر أو تثبيته على المركبات. يمكن لشخص واحد تشغيل RF هانتر واكتشاف ما يصل إلى 2048 مصدراً راديوياً في الوقت الفعلي. تعرض معلومات الموقع الجغرافي على جهاز لوحي كخريطة تفاعلية. ومع بعض التعديلات، يمكن لRF هانتر أيضاً تنفيذ مهام الحرب الإلكترونية. يواصل بناة السفن إبهارنا بتصاميمهم المبتكرة، ومن المحتمل أن تحمي هذه السفن المناطق المائية في جميع أنحاء العالم قريباً. دعونا نلقي نظرة على قوارب الدوريات Project Raptor 0-3-160. هذه القوارب مثالية للعمليات الساحلية، فهي لا تقتصر على الدوريات فقط. عند الحاجة يمكنها نقل مجموعة إنزال من 20 فرداً والمساعدة في مهام البحث. يتميز رابتر بسرعة مذهلة تصل إلى 89 كيلومتراً في الساعة، ومزود برشاشات عيار
14.5 مليمتر و 7.62 مليمتر، كما يقدم مدى يصل إلى 480 كيلومتراً. بينما تستمر التقنيات العسكرية في التطور وتغيير مستقبل الحروب، ندعوكم للضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. لا تنسوا أن الحروب ليست جيدة، فهي تترك آثاراً مدمرة على البشرية والطبيعة. دعونا نأمل أن تستخدم هذه الابتكارات لتحقيق السلام والأمان بدلاً من تعزيز النزاعات. شكراً لمتابعتكم، ونتطلع لرؤيتكم في الفيديو القادم.